كيفية الدفع مقابل ترخيص يونيتي سبليت من رصيد سمارت سوابينج. في دليل رشادي هذا نوضح لك كيفية الدفع مقابل باقات برومو لترخيص يونيتي سبليت من رصيد سواب في كونات سمارت. يمكنك التحقق من رصيد السواب المتاحة لديك على موقع plcswapping.com في أداة سوابينج سمارت بالانس في لوحة التحكم. حسنا، الآن لننتقل إلى دفع ثمن المنتج. قم بتسجيل الدخول إلى موقع DeFiU واختر الترخيص الذي تريد شراءه وانقر على زر Purchase. بعدها ستفتح لك نافذة لاختيار طريقة الدفع. بعدها تفتح لك نافذة لتختار طريقة الدفع فيها Swapping Smart، وأكد الموافقة على الشروط عن طريق تحديد المربع وانقر على زر Purchase شراء. بعد ذلك سيعاد توجيهك إلى صفحة تسجيل الدخول في Platinum Passport. يرجى كتابة اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك للدخول إليه، أو قم بتأكيد الدخول من حسابك إذا كنت قد قمت بتسجيل الدخول مسبقا. في صفحة الدفع يشار إلى رقم الأوردر والتايمر العد التنازلي وملوك سمارت وكذلك رصيدك الحالي. لإكمال الدفع انقر على الزر الذي يحتوي على نص Yes I want that. قم بانتظار إشعار الدفع الذي ستفعله. انتهى الأمر، لقد نجحت في دفع ثمن المنتج باستخدام سمارت سوابينج بالانس. بعد الدفع ستلاحظ أنه في لوحة التحكم بموقع PLC Swapping انخفضت القيمة الموجودة على أداة Swapping Smart Balance. الآن يجب عليك تفعيل الترخيص. للقيام بذلك اذهب إلى قسم قائمة My Licenses وابحث عن الترخيص الذي اشتريته الآن وانقر على زر Activate. إذا رغبت بمشاهدة سجل التفعيلات انتقل إلى علامة التبويب Activation History. تهانينا، لقد اشتريت وفعلت ترخيص Unit Split الخاص بك. في لوحة التحكم في أداة Total Unit Split Limit سترى أن Split Limit المتاح لديك قد ازداد. إذا كان لديك أي سؤال واستفسار يمكنك دائما التوجه إلى فريق الدعم لدينا، وسنكون سعداء جدا بخدمتك ومساعدتك على مدار الساعة.